هلا حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم بحلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. قبل كل شيء خلوني أرحب بالنقاد الحصريين لقناة الواقع. أولاً أبتدي مع أخوي سالم بن حزام. صبحك الله بالخير يا أبو حزام. صبحت برضا والنور يا أبداح، وصباح جميل للجميع، وصباح أجمل على نجوم من المتسابقين، وعلى عمر بن هذال، وعلى جبر، وعلى جميع من قدم أسائر قبل ذلك، على جميع من قدم فقرات اليوم. يوم سكريبتي حافل جدا مع بعض المخالفات وبعض الملاحظات اللي إن شاء الله بتطرق لها في قادم اللحظات. ومنصور صبحك الله بالخير. والله نتمنى أن يكون خير. صباح الخير أصبحت أمي وليست يعني دعاء أو صار دعاء أصلا. الله يجعل صباح خير مع أن الخير مفارقة. صباح نتمنى أنك تشغل مايكك يا أبو منصور. يا مشغل والله إخواني إيه لمتى كذا صباح رباعية الخيام، صباح الأربعة، صباح نهاية الحدث، صباح الظلم السيف الهاجري، صباح البرايم الغير عادل مع عادل، صباح الهروب الكبير للمتسابق الأكلبي. يعني حرام، خسارة كبيرة للبرنامج، لنا حتى في بدون تحيز دخلنا اليأس، ظلم بكل ما تعنيه كلمة ظلم من معنى. الجميع يخرج مقبولة ما عدا سيف الهاجري. دائما هذه مقولة أمس كنا في مساحة فقالها خلف، فعلا كانت تفي بالغرض. عبارة قالها، قال أكره أي شخص يقول أن البرنامج انتهى بعد خروج متسابق، يقول ما أقبلها إلا مع سيف. كان فعلا خروجه خسارة. أنا من هذا المنبر وطالب بالعدل والمساواة. لازم يرجع سيف، لازم يفتح تحقيق كامل من قبل صالح الحسين على ما حدث في برايم أمس، البرايم الغدر. أنا أستغرب والله، أستغرب وحزين جدا. صباح الـ صباح الـ 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 الأنوار. أتمنى أن يكون خير إن شاء الله بإذن الله. أبو عبد الله عتب كبير من المنصور، صبحك الله بالخير. صباح النور عليك داح، على أخواني النقاد الجميلين، وصباح النور والبلور على الجمهور الغالي أمام الشاشات، وصباح النور على المتسابقين الصابرين الصامدين اللي لا زالوا يعني في رغم اللي لا زالوا صاملين إلى هذه الدرجة، لكن نقول صباحكم سعيد ومعوضين خير اللي طلعوا. الله يستر عليهم ويوفقهم. أبو سحاب صباح الخير. صباح النور يا بداح، أصبح عليك وعلى النقاد الجميلين وعلى السادة المشاهدين، أصبح الجميع. أقدم في البداية طبعا يومين جميلة جدا، أمس يعني كان الريالتي المتوسط، اليوم مرة مميز. يومين أسوأ ما فيها هو ما حدث لإخواننا في دولة المغرب، دولة الشقيقة، في دولة المغرب الدولة الشقيقة اللي نحبها. نرسل رسالة تضامن ومؤازرة معنوية لما أصابهم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا فيهم مكروه لهم ولا أحد من إخواننا العرب في أي مكان. وأنا أعلن في بداية الحلقة بسهم في وقف جمعية رحماء على نية أهل المغرب جميعا. الله يجزاك. عندي رسالة بسيطة وعندي جديد المجموعات إذا يهمكم. التحديث الأخير يهمنا. عندي رسالة إلى سائر النهار بدون كشف أوراق، والباقي عندك يا سائر الاتصالات أنت والمعد. رسالة مبطنة مبهمة، فسرها زي ما تفسرها لكن خذها بعين الاعتبار. أما جديد المجموعات، فوز عبد العزيز الأسلمي غير كل، طبعا برابع حصانة، غير كل معايير المجموعات. كان المناضل ريان ولكن أصبح المناضل عبد العزيز الأسلمي. رابع حصانة يفوز فيها، يواجه حروب داخلية من أكثر زملائه، ومع ذلك ما زال متماسك ولا هي غريبة عليه. وبعد تنازل
حاتم الحربي عمدا عن هذه الثنائية هو المناضل حقا عبد العزيز الأسيدي. أما التائهين فهم واحد وهو عجيان المري بكل جدارة، تائه وبأناقة، يعني التائه الأنيق الوحيد. أما الواهمين فهم عشرة يقودهم نواف الأكلم. هذا وش اسمهم؟ الواهمين. لحد الآن واهمين يعيشون بوهم يعني. إيه الأسبوع هذا تغيرت الأسس. المحاربين خماس النينجا بدون ذكر أسماء. من هم خماس النينجا؟ وقف يا أخي علمنا من داخل يوم أنت خماس النينجا. خماس النينجا عطنا اسم يا أخوي ريح. لا حددهم. أنا أعتذر عن الإفصاح. خلاص بعدين بيمكن في قادم الأيام. أما اللي بقى طال عمرك النموذجي فهو متسابق واحد، وأتحدى فيكم واحد يكشف هذا تحدي لكم. نموذجي نموذجي واحد في بيته هو النموذجي. ها نموذجي كان سيف الله يذكره بالخير وراح. بس نموذجي. نموذجي ما فيه. عطني اسم. ما فيه. عطني اسم. نواف منصور. عطني اسم يبدح. نموذجي ما فيهم أحد نموذجي. عطني نموذجي علي بالروية. عادل مطيري. اقتراحات يعني حلو. النموذج الوحيد في هذه النسخة فياض. فعلا فياض فعلا فياض والنموذج ايه؟ وهم يبكون دعام لو حتى كانت مصالحة أهل الفقرات بعد سحبوا عليه ولا أشبعتني واقعية سحبوا عليهم لا راحوا يمسحون دموعهم جت متأخرة فياض جت متأخرة يا أخي يا زينة حتى خالد عبيد يشاهق وين الدرجات وين الدرجات وخذها درجات طيب فكرة حلوة الفكرة بخصوص ليلة البارحة والأحداث اللي صارت فيها أولا نبارك لصاحب الحصانة المادية ونقول له ألف مبروك هباس بن فرج ويستاهل استاهل. كذلك استاهل. ليلة البارحة كان هنا معترك على هذا المسرح بين توتر وما بين فقدان للأمل وما بين إعادة للأنفاس فقرعت الأجراس وأعلنها عادل وقال من ألبس هذا الوشاح لمن استحقها بكفاح فوقف لها ولا تشمر وقال بالفم المليان للسوبر هاتريك فعل وضع الطيران ألف مبروك عبد العزيز الشمري تستاهل هذا ابداع محمد هذا والله اللي لو دخل مجلس المجتوم تفاهق عنه لباس البشت والعمة ألف مبروك الحسنة اللي يرفع الصوت وينوح حاسمين الفوز من قبل ناسين وصلنا بالطموحات رؤوس القمم ونبني صرحنا اللي يسمى مجيد نحقق حلمنا الواقعي بالعزم يستاهل عبد العزيز باستحقاق وجدارة ابو منصور هل ترى عبد العزيز السوبر هاتريك عز يستاهل كل خير لكن العتب على الزملاء يا اخي هل هم يعني خلاص سلموا الموضوع هل عز هو النجم الجماهيري خلاص يا اخي انت ما لك كبد يا عزيزي المتسابق انت ما تغار ما يجي فيك يا اخي ايش الكلام الفاضي ذا 20 رجال ما ينافس الا واحد اثنين حتى الثاني فحان وهم فحان عشري وهم ما عندك جمهور ما في ما في ما في خذها مني انا متابع احنا متابعين لا اشتاق محمد حاتم عادل مو بوت شاي طيب عادل حتى حاتم يا اخي كتفاعل ما يحسسوني عندهم جماهير بعيدين عن هذا عارف شيء اكد كلامك وش هو دخل السجن حق المطبخ جمهور حاتم ها؟ ما طلع والله وهم وهم أنا مصدوم صراحة إيه من يظن إن في جمهور غير جمهور عز هذا وهم هل خلاص السلام هو يعني أنا أكر واحد والله فعلا أكر واحد هو اللي كان يجاهد من طلع من طلع سيف الممثل الجميل الممثل المحترف النموذجي سلموه ينهاش غيره مع واحد كان يعني مرتكب مخالفة رسمية بس فعلا اليد المرتجفه ما تتخذ قرار طيب ابو منصور عز يستاهل تحيه جمهور العز لكن من برايك من اللي كان منافس لعبد العزيز البارح اللي كان منافس يعني مختفي ما في منافس كان فيحان
فيحان وضع اصلا في هذه المنافسه، ذكي، عرف كيف يعيش الدور، ترى هذه موهبه تعتبر، هذا شيء ذكاء منقطع النظير، ويمكن يمكن ياتي بي 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 يعني يجني ثمار هذا التعب. يعني ما في مقارنه بين الجمهور مره ما في، لكنه ممكن. انا فتحت الستاره الان وصارحت اخونا فيحان وصارح الجمهور، فيحان عايش وهم، ممكن كلامي هذا وجهد فيحان يثني جمار، على الاقل له كبت فيحان. فيحان كان يصادم وصدق يعني كلب الاربعه، بس انه صادم رجل تحدى، اما الباقيين لا مسلمين الوضع، عيشوا بس، لا استغلوا سووا احداث، الجمهور تفاعل مع الشخص اللي يسوي له حدث، الجمهور دائما يحب ينصر المتسابق، احنا الحين صرنا احنا منجمين ترى، والله نطلع مدح عندنا في التعليقات، صح، ما نبي ننقهر اذا طلعنا وشفنا الجمهور يمدح، معناها انه كاره حتى المتسابق، يا هو صح ما عاد بقى شيء، اسبوع اسبوعين ثلاثه انتهى البرنامج، انتهى البرنامج وانت جاي هنا خاسر كل شيء، اللي تارك وظيفته واللي 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 واللي، وطيب هذا الشاشه قدامك وش سويت؟ سويت طل، ما سويت شيء، نايم تنحاش، متى رجع اليوم شو اسمه المثال اللي يتكلم عنه عبد الله الروقي؟ منو؟ عطني اسمه، ماكو يفكر المري لا عجيان المري، وينك عجيان اليوم؟ لا نموذج عجيان ما كان موجود في القرية، عجيان تائه، ما جاء له قبل شوي، ما اظني حطيته في التائهين، ما جاء له قبل شوي، متفق القناة مع ابوه انه يرجع الظهر، ما جاء له اخر الليل، ما اعلن اصلا خروج، حرام يا اخي، ما اعلن بعد، ها؟ لا ما اعلن اوكي، يعطيكم العافية يا قناة، لك الله يا سيف الهاجري، لك الله يا سيف الهاجري، قسما بجلال الله لو اني صاحب قرار اني ارجع سيف، واني استبعد الاكرم اللي مصور مع بهاج، واني استبعد ايضا او انه يعاقب بخصم اللي هو عجيان المري، توه جاي قبل شوي توه داخل، صباح الخير، صباح الزفت. خليها تروح ابو سحاب. أنا ابو سحاب تعليقك على الموضوع هذا، تعليقي على ليله البارحه، الحصانه عبد العزيز، ما هي واعلان عادل، ما هي بجديدة، قصد طريقة إعلان عادل؟ نعم، شوف طريقة إعلان عادل، أنا عادل منجم فقرة البرايم وأنا ما أقدر أحكم على سيناريو عادل، قاعد يجدد في الفقرة، ممكن التجديد اللي أمس لعب في الأعصاب وشوية، بس قتل فرحة عبد العزيز برجاعه بعدين، لا هجت عادل، هجت معه عادل، يبغى سيناريو، يوم خليته خمسة مفروض أنك ما رجع، هو قال بتعب نفسيته برد على أساس أنه خرج من الموضوع بعدين باخذه، لكن انا اقول لو انه كيف سواها عادل، لو انه نزله اول واحد من بين العشره، بعدين يوم وصل للخمسه طلب ثلاثه يرجعون ومنهم عبد العزيز واعلن وصل، عشان ما تكون واضحه يعني، ممكن تكون افضل، لكن انا حقيقه يا اخوان شدتني صوره شفتها لعبد العزيز وهو يقول بيدينه كذا قبل الاعلان، وحقيقه يعني هاجت، وانا صراحه اول مره اهدي متسابق ابيات اقولها على هو مباشر، لكن يستاهل، الولد احرجني عبد العزيز الاسلمي احرجني، فاقول لسان حال عبد العزيز الاسلمي الى ساحه الابداع وجمهوره وزملائه، عطني صدى يا عطني جمايلكم يا هل قلبي بعد زادت، غدت لي طوق وخاف اني مثمنها، وانا اللي ما ترك قسمه، ترى زود النجومية ومجلاسك لحالك فوق يحسسك بملل بدل يحسسك انك بنعمة، يا سلام يا سلام، هذا لسان حال عبد، يا فنان ابو عبد الله، ابو سحاب تهرب من محور عادل، لا ما تهربت، ايه انا اقول لك عادل قاعد يطور في الفقرة تطوير، بس هل سؤال التطوير هل هو في محله او كان في خطا؟ لا في عمليه اني البس بشت، هو هجت معه لما رجع، هو كان هو ترك الشاشه وتركنا وركز على انه يلعب في نفسيه عبد العزيز الحاله ويعطي انطباع جيد للي باقين في المسرح انه ممكن تاخذون الحصانه، فجلس عبد العزيز بعدين قام ينادي ونادى عبد العزيز وتوجه، انا اقول لك لو سواها في عدد اكبر كفكره، لو سواها في عدد اكبر ممكن تكون اجمل، لكن هو قتله خلى ثلاثه على المسرح بعدين قام يجمع، فهنا هي هجت معه بس. ابو عبد الله اول شيء مبارك الهباس، وعاده ما هي غريبه يعني، ما هي اول مره ياخذ الحصانه، يعني ثالثه ورابع مره، فيستاهل هباس، انا يهمني دائما الحصانات الماديه لان هي اللي اثبتها حصانه الجمهور، ما هو بانتقاصا لكن
عز اخذها ولا هي غريبه واربع مرات ما فيها منافسه ما في ما في منافسه يعني افتح المجال اكبر ناس ذائقتها واختلافاتها الشباب يعني مبين عندهم اصلا مشاكل فطار على الجمهور فطبيعي انه يكون يصف مجموعه مع مجموعه ضد مجموعه يعني انا اشوف انها عاديه لكن عموما يستاهل عبد العزيز والف مبروك اما بما يخص عادل بالعكس عادل امس كان اداءه جدا ممتاز ملاحظاتي على عادل قد تكون مهنيه اكثر ابوصلها له تمام لكن خلاف ذلك اما من ناحيه اعلانه لما رجع يعني. عبد العزيز ورجع ثاني مره على المسرح ومنى خلينا نسميها تمني منى فيحان بالبشت الطريقه هذه رايك فيها شوف هي حدث وقصه وسيناريو رسمه عادل انا اراه جميل تمام الشباب ما يلحقهم شك عادل ما هو بجاي اصلا يصنع شو على متونهم او انه ينتقص من احد او شيء هذا اعلام وهذه يعني اثاره فهمت علي؟ فانا ارى اسلوب عادل امس جيد لكن لو تسالني تقول انت علي بتنفذ بقول كان لي طريقه اخرى وعادل طريقته هذه كانت طريقه عادل انا اراها ما تختلف معي يعني ما تختلف في طريقه لا انا ما اختلف لانه لكل واحد يعني هو سيد المكان يسيرها بطريقته يعني يسيرها بالاحداث الموجوده معه يعني الشباب يقول هجت مع عادل كان عادل قال انا راح اعلن لما يبقى معي خمسه بعدين هجت معه ونزل عبد العزيز تمام بعدين رجع ثاني مره رد يعني في شيء لكن هو ابخص في الحاله اللي كان فيها هي حاله يحسها المقدم ما يحسها المشاهد انا لما تعطيني انت رياكشن انك انت متوتر انت تبقى معي على المسرح استغلك استغلك لانك انت قاعد ترفع الإثارة عند الجمهور وعند أخوياك لكن لما تموت لي المحور وتكون بارد تكون واثق مرة مشكلة يعني معليش أنت تذكرون أيام جنتل وفعلا عبد العزيز يوم رجع كان متوتر لكن البداية كان واثق عبد العزيز يوم رجع يعني كان واثق في المسرح لكن يوم رجع حس أنه انباع فهمت علي؟ فقعد يقلبها يقول يا ولد معقولة الجمهور راح وخلاني شو السالفة فيحان تغلب علي محمد منصور نكبني فكان يعني يضرب ارباع بخماس فهمت علي؟ لما رجع على المسرح قال يا ولد شكل عادل اللي بيسويها فيني يبي يعطيني البشت وبيقول لبسها فيحان خاف من اللحظه هذه فقال انا هالحين كيف ارد وش اسوي؟ توتر ايه؟ توتر هو احنا النكب هو النكب في الموضوع هذا فلما لبسها البشت خياله واسع من هو؟ انك تسولف عن شيء حدث فعلا حلو انت لما تكون في الموقف يا اخي احنا كنا عاش الشعور لانه قدم ابراهيم والله يا احنا قدم ابراهيم هو فهو عاش الشعور انا ننسج قصص من الحياة حسبي الله علينا بس هذا اللي انا كنت اقوله حسبي الله علينا عادل لما جاء فكره العود جاء فكره العود وابتلت معه غيرها انه ما طيبها المره الثانيه بعدين جاب البشت عادل الحلقه الاخيره ايش يسوي يا سالم احنا سامعين عادل مصر الحلقه الاخيره انه يجيب جيب لكزز يجيب يقول من يركب هذا الجيب من يركب لا عود بشت بعد البشت عشاء ولا قعود من بعدين بيجيب جيب الله يعين ابو هيف طيب جيب حلو طيب اكمل لك النقطه عادل انا ارى امس وكان سيد الموقف ما يحاسب بالذات المقدم المطالب منه انه يحقق اثاره وصول للجمهور انا اقول انه ما يحاسب ولو كان عادل تحت اشرافي ولا تحت ادارتي لا يمكن اساله او اتحكم فيه انا اعطيها الاسم بالاربيز فلان يرجع فلان يبقى فلان هو اللي فايز فلان هو اللي خاسر او انا اعطيها الاسم وله حريه الابحار لاني انا اتمنته على هذا المنصه فهو مسؤول انه يوصل له وعادل قدها وانا بالعكس ما في ملاحظات بعض الامور التفاصيل البسيطه فهمت علي اللي ما تعذر بعادل لكن انا يهمني ان عادل يكون له ارجع واقول توقيع عادل في نهايه البرايم الغائب لا زال طيب معليش انا والله مهني يا جماعه طيب. اكثر من اللازم بس لا اكيد رايي يحترم ويقدر لكن جدا. ابو حزام انا بجيك في نقطه الان يقول ابو عبد الله ان عادل له طريقته لكن عادل البارح طلع له مقطع ترند في التيك توك مع عبد العزيز الاسلمي وسنابات مع عبد العزيز الاسلمي فموقف عادل في الفقره كمقدم فقره مهمه في البرايم في العرض الاخير وش الصح اللي لازم يسويه عادل؟ شوف كل شيء مرصود على فكره وكل شيء مشاهد وفي ملاحظات مدونينها احنا على مقدم البرايم من اهم الملاحظه اللي ذكرها بدع انا سعيد جدا بان ابو عبد الله بدا ينسج قصص خياليه ويالف
كعادة اللي يجلسون على الطاولة ذي لا بد انهم يبهرون يملحون اذا المتسابقين ما ساعدونا احنا بنصنع قصة. فانا اشكرك والله يا ابو عبد العلاد صراحة عجبتني انه خاف اني يلبس خطير بروية والله خطير. يعني ما هم منطق مو منطق بس ما طرت عليهم كلهم لا عادي والله ولا والله انا متاكد حلوة هذه المقاطع انا احاول اوقع لهم انا ابو حسام وش اسوي لكن عادي لا شك اول شيء اللي غادرنا البارح سيف الهاجري سيف مجتهد فعلا واثنين عليه مرارا وتكرارا بل ان زملائه بيفقدونه في عمليه السيناريو والتاليف وتوظيف الاشخاص. نواف الاكلبي ذاك اليوم يقول خلاني انا البطل ها علشان في المسرحيه وتنازل عن دوره. يعني المسرحيات القادمه بتلقونها سلق بيض بالرغم من وجود هباس ممثل محمد مناحي ممثل قوي جدا ريان مو بسيط زايد مو بسيط لكن صانع القصه ما راح يقوم مثل سيف. هذه واحده نقول شكرا يا سيف اديت وتجمع اثر قوي تركه وبتاثر على زملائك ما في كلام. نعم نجي لعادل. عادل يحاول الان يمسرح البرايم يمسرح البرايم الله. العمليه هذه نجحت في شيء واحد انها رفعت المشاهدات. يعني حركتها للبارح رفعت المشاهدات 5000 يعني وصلنا 11000 حلو جميل في عز المدارس ويعني الدوري والدنيا شغال ايام الفيفا. لكن في مشكله عند عادل اللي هي انت خذ راحتك. فكره العود حلوه جدا واضح الرجل يشتغل على نفسه. البشت حلوه جدا هي فكرتنا البشت ترى البشت فكرتنا نعم لكن حلوه جدا انا ما عندي خلاف في هذه كلها الاثاره معها احنا مع الحدث ومع لكن عندي مشكله واحده اللي هي في كسر خاطر المتسابق. هنا انت تعديت صلاحياتك وجيت عندنا وقف يا سلام يا سلام وقف في النهايه المتسابقين معك رقيب سالم وقف مين يبدا دعوه هنا المتسابقين ذول الناس يفكرون ما في لسان لهم يدافع عنهم لا في رقيب لا احنا ننتقد اخطائهم ننتقد سلوكيات نبي نقوم شيء لكن مساله انك يا عادل تصور مع واحد تسوي ترندات معه وتوحي للجمهور انك معه انا كجمهور الان احس انك تبي تنجم عبد العزيز بزياده. نعم هذه واحده خلينا نتجاوز هذه. حركتك امس مع فيحان وش ذنبه يا اخي؟ وش ذنبه يعني تصنع الشو على راسي؟ يا اخي خلاص عندك واحد حصل على حصانه عطيه مع ذلك مجرد ظهور فيحان معه هذه اثاره والدليل ان عبد العزيز ارتبك يبي يرتبك عبد العزيز البارحه مو مثل هو لو ما اخذ عبد العزيز اخذها فيحان فيحان ما استعد ترى ومثل فيحان مثل ريان مثل عيفان شفت مثل عادل انطيري ترى ما استعدوا لهم جمهور بس هم ما يساعدون الجمهور اقسم بالله لهم جمهور بس ما يساعدون الجمهور. عبد العزيز له جماهيريه ما حد يختلف عليها بس عبد العزيز ساعد جمهوره الرجل على البث الرجل مجتهد ياخذ الشاشه معه ياخذ الكاميرات. اما الاستسلاميه والانهزاميه اللي عايش فيها ريان خصوصا هذه ما تخدم ولا تخدم جمهوره. يا ريان حن انا وليد تويتر انا اللي اكلمك وليد تويتر اعرف تويتر اعرف اللي له جمهور واللي ما له جمهور. ريان لك جمهور بس انت ما تساعدهم. عيفان لك جمهور بس ما تساعدهم. عادل لك جمهور بس ما تساعدهم. كيف يساعدونهم سالم؟ ايوه كيف يساعدونهم؟ شوفوا ايش يسوي عبد العزيز سوى مثله، ماني فاضي اشرح. لكن نرجع لعادل بن هيف. يا سلام عادل بن هيف. عادل بن هيف ما نسمح لك تكسر خواطر المتسابقين ولا هذه ولا يعني انت البارح كسر خاطر فيحان؟ اي كسر خاطر فيحان. فيحان لهم فرح ترى يحسب انه هو اللي بخل الحصان. فيحان متعود ترى فيحان متعود على السكات مو بسيطه فيحان. يعني ما عنده خلاف يتجاوز بسرعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن اخطا عليه امس. ليش تكسر خاطره في البرايم؟ يا اخي هذا واحد وهذا اثنين، الا هذا حصانه سو شو، مطط، مغط، ما يخالف. استخدم كل شيء الا المتسابق. تجي جنبه فوق راسه بالبشت. ويخليه يتكلم. ويخليه يتكلم ويحط بيت عند اذنه. واخر شيء ينسحب يموه ويعطيه كذا. ما بعد صارت ابدا ولا نرضاها ابدا، لا منك عادل ولا منك. ونطالب عادل بن هيف يعتذر الان. الفيحان. أنا مالي دخل يا أخي، كل ما يطلع لي متسابق يرجع منكسر في أول طالع عادل بن هيف. أنا ما برئك أنا ما أتهمك. أنا ما أتهمك يا عادل بن هيف، أنت أدرك تعامل سياسية، بس الجمهور إيش بيقول؟
نظرة الجمهور. أنت الآن تحاول كسر متسارع. بس إحنا بعرف كيف الجمهور بعد. معليش إذا 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 في في مقدم دخل على الخط. يا سلام. وتجاوز يفكر إنه بيمارس صلاحية النقاد أو إنه يتجرى عليهم حتى الجنرال إذا أخطأ عليهم يقول وقف الجنرال. إذا أخطأ عادل وقف. أنا الآن عندي متسابق طالع 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 يوم جل برايب هبتها أنت بحركة رجعت مستوى يرجع. بالضبط. هذه ما فيها عدل. وارتباطها مع التصوير المقاطع ترندات مع المنافس. هذه أيضا. هذه أثارة الشكوك كلية. أثارة الشكوك كلية. لكن هذا أيضا لا يمنع أن عادل بن هيف قدم أمس برايم شله على كتافه. شل البرايم على كتافه عادل الحالة. لا لا عز اللي شله عز اللي شله. يعني 9100 جابها عز يوم وصل لآخر شيء. أحسنت معك. خلنا نكون صادقين. أحسنت أحسنت خلنا خلص أحسنت. هذا هو الرقيب الممكن. أسلم. فمثل هذه الحركات سو شو سو عرض استخدم اللي تبي مده الساعة 5 الفجر ما عندك خلاف لكن لا تكسر خواطرهم لا يعني تجرحهم فقط هذا اللي نطالب كسر خواطر شيء ما من والله والله كسر خواطر شيء طيب يا جماعة اشبع المحور سالم ما شاء الله تكليب علي الغامدي دفنت المحور ذبحنا كله ما عاد عندنا شيء سلام بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم اشكر عادل ودائما في كل ابراهيم فيه ايجابيات وفي سلبيات لا ما اعرف شيء ذا نعم كل ابراهيم فيه ايجابيات يحسب العادل ان كل ابراهيم يختلف عن ابراهيم اللي قبله من ناحيه الفكره لو استمر على دهن العود الله يخلينا له ايه لكن حنا جبناها له قشرناها له ونعطيه فكره الاسبوع الجاي ان شاء الله نعم نعطيه فكره خزرانة. طيب حنا اسهبنا وتكلمنا عن موضوع البرايم البارح والحصانه وكلها نبي ندخل في محاور اليوم اولا اعرضوا لي الاحصائيه احصائيه اليوم خلونا نستعرضها حنا وياكم ساعة البث 12 ساعة عدد الفقرات 6 الشيلات 8 القصائد 3 السوالف 21 تقييم اليوم 50% نجم اليوم محمد بن مناحي يستاهل هذا تقييم اليومين اللي طافت امس واليوم ولا اليوم لا هذا اليوم فقط اليوم اليوم. يعني امس ما احصائيه امس ما كنا موجودين لذلك والله العظيم اني اليوم اقول النجم اليوم انه محمد بن مناحي يستاهل لانه بدا من المطبخ صراحه الى السجن مسك البث ليش دائما اللي يجي في المطبخ يصير نجم اليوم كله صاحي هو المفروض إيه؟ المفروض أنه صراحة لأنك ما تغفل هذا أهم جزء ودائما جزء ميت والشباب هم موجودين يعني على حمل اللي بيدخل فيه هو شفتات فأنا اليوم أقول نجم اليوم محمد بن ناحي حتى دخوله دخوله مع حاتم وحتى حواريته مع حاتم حلوة جدا أنا فكرة ترى نجم أمس بالنسبة لحاتم الحربي على قصور الجميع أمس قصورهم كلهم بالنسبة لعبد الله يقول نجم اليوم أمس حاتم يستاهل حاتم طيب نستعرض حنا وياكم أبرز العناوين عطونا أبرز العناوين لهذا اليوم ومحاور كثير صراحة المتسابقين يقتلون مشاعر الترقب ولحظات الإعلان عادل بن هيف يفتقد المهنية الإعلامية عجيان يفقد شغفه ويبيع البرنامج يقول يا طلعوني أنا ورجعوا سيف هذا ما يقول عجيان طيب خلونا نتكلم عن عجيان عجيان شفناه البارحة يتكلم يقول طلعوني مطالبة ورجعوا سيف السؤال ليش المتسابقين البارح تأثروا هذا التأثر أن كأن سيف هو اللي شايل البرنامج الحالة حتى لدرجة أنهم يطلبون بنفسهم ويطلبون رجعة سيف ليش الثغرة هذه يا أبو سحاب الثغرة هذه لها محور بينفتح بعد شوي بعد لكن سيف ما كان افضل ممثل في البرنامج فقط سيف شال مسرحياتهم اعطاهم افكار اعطاهم ادوار سيف خساره لنا احنا كمتابعين قبل ما يكون خساره المتسابقين فما بالك بحجم المتسابقين اللي اذا جاء المسرح وطلب منه عرض ارتجالي يا سيف وش عندك فكره يا سيف كيف امثلها واذا كان في مسرح كذلك فهذا شيء ما لا يجحد اثر سيف كبير لكن كلام عجيان وبري ذمتي استعطاف من عجيان نعم ولا يبغى لها ثلاثه يجادلون ايش السبب نخليه صل على هادي محمد انا داري وانا داري مو بصامل اليوم قالها شوف يا استاذي العزيز ابو سحاب تبون عجيان احس انه بيفضفض عنده كلام تبون نجيبه عطونا عجيان عجيان على بال ما ابو سحاب يفند شوف صل على هادي محمد ما في برنامج واقعي طلع فيها حد وقال الثاني انا بطلع بداله ورجعوا قالوا تم هذه مغسول يدنا احنا من قدامه
لو انها بكيفنا وانا اخوك ردينا ناصر بن سعد وخلينا نوفا الكلب يروح صح، لو انها بكيفنا طال عمرك جبنا مشعل قنور وخليناك انت تروح، لكن ما هي بكيف. انا صادق والله يا اخوان اولى منها يعني. شوف اللحظات هذه دايم اغلب الناس تخون مشاعر فيها، ممكن من كثر حبه لسالم يقول يا الربع خلوا سالم عنده ظروف ايقاف خدمات يتسلف ولا يسلفونه ما حد، فهمت الفكره؟ عجيان ما في مجال للشك ان سيف افضل من يعني اكثر الموجودين، لكن صيغه هذه انك انت انا اكتشفته هو عجيان ما عنده رياليتي عالي ولا عنده قصه، يجي اخر ساعتين يسوي فيها سالفه ويروح، يا يسوي مبادره يا يسوي سالفه يا يدق يا يدق تصريح ناري يضرب مجرى يا شيء إيه. ايه فهو ذاك اليوم سوى المبادره حقت الاباء وتاثر فيها سيف الهاجي مبادره عجيان اي حس فيه اخذ وقال له سيف انه انا رفيق ابوي دايم مع ابوي يا الله. فممكن هو مطلع على امور اخوياه ما طلعوا، بس مهما كانت النتائج يا عجيان انت لك جمهور وجلست وراح بن قمره يعني الليله عندك وتوسطنا لك ورجعناك يا صالح الحسين اجي خل سيف يجلس ولا اروح انا، كلام ما في وقته ولا ترفع فيه المعنويات. هذه اذا بتقوله وانا اخوك قل له قبل، هذه اذا دريت ان رفيقك بيمشي انسحب شيل الليله وروح يجلس سيف، اما عقب الامور تحسم وتوزع الارزاق تجيني تقول استعفاف بما لا يدع مجال للشك، خلي يجيني انت فاهم. اعطوني عجيان يعني في هالمواقف يكون فيها تصدر مشاهد من بعض المتسابقين، المشاعر تخونهم فيشدها بالحيل، المشاعر تخونهم ولا ولا سيف اثره واضح اساسا، يعني سيف رمى يفقد في المسرح فقط العصريات صح. الان للي اللي بيظهر موهبته العصر كله عنده داعم داعم ما هو في سيف الهادي داعم داعم داعم. طيب بس لازم بعد المتسابقين يعون ابو عبد الله ان مساله المطالبه في رجوع متسابق انت كانك تسقط عن المتسابقه طلع ابراهيم حتى اللي قبله على الدنيا كلها يعني مو مو من العدل. شوف هو مو من العدل شوف قبل اللي حصل بالرؤيه قبل ترى على فكره سيف محايد ليش تحب محايد كيف محايد محايد مع الجميع انت ليش تحب تقطع فاللي ما خلاص والله ابغى عجبتني القصه اللي نسجها يا ابو حسام فعلا ابو حسام يقول محايد هل هذا السبب يعني انه مع الجميع بقول لك اول شيء صباح الخير يا عجيان النور والسرور يا ابو عبد الله اسمع منا يا عجيان يلا يا هلا شوف سيف سيف أنا والله ما شفت الفيديو ولا ما عليه بنجيك بالفيديو وسع صدرك لا ما في فيديو ما في فيديو يلا سيف رجل جميل تمام لكن احنا نتكلم عن حاله اللي قام فيها عجيان موضوع انه انت ايش كان سؤالك الاول طيعني ابو حسام سؤالي ليش سيف ليش قال ايش معنى ايش معنى المتسابقين يطالبون في سيف طيب. هل سيف هو اللي شال العدل نتكلم في العدل مو من العدل شوف حبيبي ما هم من العدل مطالبه المتسابقين نعم ولا الجمهور باعاده متسابق خرج من المنافسه يا سلام تمام ممكن متسابق تم استبعاده هذه ممكن الخطأ هذه نتقبل شفاعة الجمهور وزملاء لكن إذا كان متسابق مثلا طلع من المنافسة الأصل أنه ما يتم مطالبة باستبعاده ليش؟ أنا أقول لك ليش الآن عندنا تصويت مادي أسبوعي عندنا تصويت مادي أسبوعي الآن وش ذنب اللي جاء صوت هالأسبوع ودفع فلوس عشان يبقى في المنافسة فهمت علي؟ ويحصل على نقاط وأخرج واحد من المنافسة هنعطيك اياها على بلاطه من يرجع من المنافسه بعد ما طلع اثنين عجيان وقاعد العطاوي الاثنين ذولا رجعوا من المنافسه كانوا برا المنافسه طلعوا من المنافسه رجعوا شمالهم العفو تمام شمالهم العفو طالب بعض زملائهم بعودتهم فهمت علي كانت عكسيه شوف طالب بعض زملائهم بعودتهم وبعض زملائهم التزموا الصمت هم داخليا ما يبون الرجعه فهمت علي هم داخليا ما يبون الرجعه لكن شو ما يقدرون يظهرونها لانها معيبه خوينا وخلاص خوينا لا قابلناهم عقبوا ايقاف البرنامج وجو عند علي بالرؤيه وسالم حزن في الاستراحه ذاك اليوم وقالوا اطلبوا فيهم مدري شلون كانت وضعوا قدام الامر الواقع فاجبروا انهم يقولون الشيء ترى على فكره اقتراح عودتهم بالرؤيه اللي جاب والله صدق لا نحط بيعني والله بيض الله وجهك صدق واللي قال احنا والله اعطيناهم فرصه نعم لكن انصدمنا بصراحه يلا عندك الرجال انا من الناس اللي انصدمت بعجيان وانصدمت بقاعد قاعد راح في باله خليه في باله طيب عجيان انا انصدمت فيه انا توقعت عجيان بيرجع للمنافسه بيقول انا ما حققت شيء وذك طعم الخروج الانهزام ترى الخروج انهزام يا عجيان انت ذك طعم الخروج والانهزام رجعت الان للمنافسه ليه ما تشد حيلك ليه ما تورينا عجيان اللي كان عنده طموح وامل يقدمه رجعت بامانه اقل مستوى من ما كنت موجود فيه قبل عجيان مطالبتك امس
كان مظهرها انك فازع لخويك وحانه من الخروج وباطنها هو استعطاف للجمهور. هذا كلامي لك، وش ترد يا عجيان؟ يا عجيان صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابداح. كثرنا عليك كلام شوي صح؟ صحيح. طيب انا بعطيك الحق بالرد، لكن سؤال ابو عبد الله يقول انت طلعت ورجعت وكانت فرصه لك، الايام الاخيره كانها رجعت روح عجيان، ليش البارح طلبت انك انت تخرج وسيف يرجع؟ ليش ايش معنى عجيان؟ ليش مو بغير عجيان؟ ايش معنى؟ انا بقول لك، اول شيء نمسي على ابو سعيد بالخير. والله نحن فقدنا وان له وحشه. ليش ايش سبب المطالبه؟ اول شيء انا حلفت بالله، ومن حلف بالله فصدقه. حلفت ان كلامي اذا ما ابغي احد يشوفه، ولا هو عشان استعطاف، ولا هو عشان الكاميرا، ولا هو عشان شيء. الكلام ذا كان طالع من الخاطر. بتقول لي وش السبب؟ انا بقول لك بكل بساطه، سيف الهاجري اهم شخص في سكريبت اثنين. لاحظ ما قلت اهم متسابق، اهم شخص، اهم من اكثر الفقرات. هذا سمعناه منكم، بس ليش؟ وش السبب؟ ليش ايش السبب؟ انا بقول لك سيف الهاجري تحت الهواء. لا ما توصل الدرجة هذه يكون اهم شخص في سكريبت اثنين. سيف الهاجري، سيف الهاجري واجد المهمين في سكريبت اثنين، اهم من سيف الهاجري. صحيح، وانت المهم يا ابو سعد. انا وغيري. على كل حال، سيف الهاجري تحت البث يمسك كل شخص، خصوصا المقصرين اللي يحس انهم مقصرين فقرات ولا فعاليات، يمسكه ويقول سوي الفعاليه الفلانيه كذا 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 كذا، يلا خذها وروح. وقت البرايم يوقف مع كل زملائه اللي في الاوتسايد، وكلكم تشهدون واشهدتوا له. كذلك التمثيليه الجماعيه، هو اللي يرسم السيناريو لاقرب المجموعات ويعدل على السيناريوهات اذا كان فيها اخطاء يحطها. عجيان ارحب، صل على محمد. احنا ندري الكلام هذا انت قلته على الهواء، النبي الاسباب اللي عجيان الوحيد اللي طالب انه يستبعد، عفوا، يغادر بدال سيف. قلتها انا امس. انت وك راجع المنافسه، انت تختلف عن غيرك. قلتها انا امس، صح اني وصلت فتره زينه الفتره اللي طافت، ثلاث ايام او الاربع ايام اللي طافت، بديت ارجع للشعور الغريه وللرتم. لكن انا قلتها امس، ما في شخص فينا كلنا يستحق البقاء اكثر من سيف الهاجري. ليش ما ما عندك شيء انت؟ لا لا لا، الكل، الجميع، كلهم ما عندهم شيء. رقم واحد، كلهم ما عندهم شيء. ما حد قال كلهم ما عندهم شيء. سيف لا لا لا، كلنا عندنا اشياء. بس كلنا عندنا اشياء، بس سيف الهاجري فاق. اهدى. سيف الهاجري ام يسكن في التمثيل وام يسكن في المسرح وياخذ مساحه من الهواء اربع ساعات العصر او ثلاث ساعات. الباقي القصه كلها مو بتمثيل يا عجيان، المنافسه ما هي بمسرح فقط. سيف الهاجري اقوى عنصر في العصر ولما يساعدكم في المسرحيات، هذه قوة سيف وعرفناها. باقي القصة ما حد يقدر يصنعها، ما عندكم شيء. أول شيء الكلام هذا لا يمت للصحة بأي صلة. كيف ما يمت للصحة بال؟ أنا بقول لك ليه. وزارة كلامكم. كيف ما يقول هو عنده مراجعة بوزارة الصحة؟ كلامك الحين تقول سيف، تقول أنت الحين عجيان. الحين بدون سيف لا شيء صح؟ طيب خلنا أقول لك، سيف الهاجري إذا أنت تشوفه الأربع ساعات العصر وفي التمثيل في المسرح فأنت مخطي. تبي الدليل؟ اسال المعدين، اسال نواف الشهراني، اسال مشعل النزيه. ما اختلفنا. سيف الهاجري حتى يساعد الاعداد، ما يساعدنا بس. يا رجل ممكن يساعد حتى صالح الحسين في المكتب. دقيقه الله يرضى لي عليك، لا تصعد المواضيع وتعطيها امور فوق طاقتها. حنا مدركين اهميه سيف الهاجري ونعتبره خساره خروجي على البرنامج، نقطه اخر السطر. حلو. لكن البرنامج البث 16 ساعه تقريبا، ما هو بكلها اللي كان يصنعها سيف الهاجري. وين راح الحيز اللي يصنع عيفان ومحمد مناحي وعز وحاتم وهباس وريان وناصر بن قمره وعقاب وعجيان؟ عجيان لا، عجيان غايب. عجيان انت تقول ممكن انك ما انت موجود، هذه اوكي انا معك فيها، اما اخوياك الباقيين. طيب قل لا اله الا الله. صحيح النسخه كلهم مكمله لبعض، لكن انا اقول لك 50% من جهد النسخه وراه سيف الهاجري. عجيان يعني خلاص امشوا. دقيقة امشوا امشوا عشان اقفل. امشوني عبد الله عشان اقفل. تصدرك للموقف. ما هو تصدر. دقيقة، كلامك اللي قلته حلو، انصاف فقط لسيف ولا اعتراف بضعفك انك ما تقدر تأدي شيء بعده؟ لا، انصاف بسيف، كلنا عندنا الشيء اللي نقدمه، لكن سيف الهاجري كان يستحق. ليش ما انسحبت؟ شلون؟ ليش ما انسحبت قدام يعلنون المغادر؟ انسحب ليه؟ ليه ما قلت قدام المغادر يوم دريت انه ما بقي غير سيف وفيحان؟ قلت دقيقه، ترى اللي بيطلع سيف بروح انا، يمكن نقبلها. ما اتوقع انه سيف اصلا. والله العظيم يا ابو سحاب، انا متاكد انك انت ما توقعت انه سيف.
لا ورب الكعبة يوم جاء سيف أقسم بجلال الله العلي العظيم يوم جاء سيف وفيحان أني توقعت المغادر سيف سؤال لأن فيحان عنده قوة أخرى يا أبو سحاب أنك دائما تفكر خارج المألوف هذا شيء طبيعي عموما استعطاف جاء متأخر شوف 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 سلام عجيان عجيان أبي أسأل سؤال فقط تفضل هل ضاعت النسخة بعد سيف؟ لا ان شاء الله ما نقول انها ضاعت لكنها يعني نسخه مع سيف لو كملت للتسعين كان لها طعم مختلف يعني المفروض ان بعد سيف يعني العاد تتعبون انفسكم كم تسابقين لا والله المفروض نشد حيلنا اكثر نقتدي في سيف جميل طيب حلوه الان سالك 50% يقول ابو سحاب شايل 50% الفترة يعني اللي طابت هي ابو سحاب قال يمكن يطلع واحد مكان سيف ابو سحاب قال دخولك في مطالبه بانك تطلع بدال سيف هل هو حب لسيف او اعتراف بضعف لك انا اقول لا ذي ولا ذيك انما هي يعني كان عجيان يرمي ان النسخه ترى ما عندكم شيء بدون سيف ترى هو يؤشر الى ذلك صحيح يا عجيان تحليلاتك انت انا ما لي شغل لا انا كمشاهد فقط حسيت انك تقول لزملائك انا مع اني بجالس لان سيف راح لأنكم بدون سيف أنتم ولا شيء وليه هذا اللي فكرته وليه ما تقول يا أبو حزام إن سبب إن الهدف من كلامي أقول يا أخويا شدوا حيلكم ترى سيف راح ترى تحتاجون أنكم تشتغلون أكثر تسدون مكان سيف عجيان أعطيك العافية عجيان كلامك أنت قبل شوي تقول سيف شايل 50% من البرنامج الفترة اللي طابت راح سيف بقى 50% يعني كل أخوياك 16 50% اول شيء رجال 50% خلاص يا اخوي امشوا ورجعوا سيف من باقي بعد برا يشيلها هو 50 يشيلها خلاص يكفينا شوف ترى تقل عندنا المصاريف بعد نجيب سيف احنا 50% عن 16 رجال ونريح انفسنا طيب موقف جمهورك موقف جمهورك يا عجيان وانت تقول الكلام هذا اصبر يا رجال ابو عبد الله بس تقول احنا 50 انت كلامك تقوله اسمع موقف جمهورك يا عجيان وانت طالب بالمغادره وش رايك فيه اول شيء امسي على جمهوري بكل خير كل اي بس انت اضعف جمهورك ترى على فكره لا 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 جمهوري او انت متاكد ما به جمهور لا وين ممكن الثانيه يمكن كنت متاكد ما به جمهور قلت ما متساوي مستويه معي ما ادري طيب تدري انت يمكن اليوم تدري لا ندري الحين فيها نجم الاسبوع الهوست يمكن ندري طيب عجيان اخر سؤال بس قبل ما تروح لابو لا بس انا برد على ابو عبد الله يوم يقول 50% يلا سيف الهاجري فعلا كان يحمل فتره طافت 50% ليش ما تقول يا ابو عبد الله ان الفتره الجايه يمكن يطلع عجيان ويمسك ال 50% اللي كان ماسكها سيف ولا يطلع عز ولا يطلع فلان ماسك حتى واحد ربع حبيب انت انا احاسبك على كلامك انت تقول سيف شايل 50% سيف ما كان سيف من قوته ما كان يعطي حد فرصه يا اخي انت تقول 50% شايلها سيف من قوته كان ماسك 50% لا 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 انا كل ماخذ قسمه على عبد العزيز ماخذ قسمه وعيفان وريان ومحمد بن كل ماخذ قسمه انت انت اللي غايب موفر قسمك لا انت اللي غايب ترى يا عجيان استهلون اخويا عجيان اخر سؤال انا خلاص عجيان خليك صريح معي ها عجيان معليش اسلم انت بعد العوده واضح انك ما دخلت في الرتم مع زملائك ما انت في الفورم ابدا الا في الايام الاخيره بدات تطلع وقال طلعوني اي وقال طلعوني يعني يوم ساعه فزيت قلت طلعوني السؤال هل هناك ما يعيق عجيان من تقديم ما لديه واجد ويمكن اليوم تدرون ايش اللي يعيقه بعد وشو انت لك الحق انت الان بالكم تتكلم انا والله توني جاي موضوع ثاني ما تكلم والله ما يجيك ما حد جاي خلني اتاكد موضوع 100% وايش بيصير فيه وعقبه يمكن انت ما تعرف حتى لو تهمه ممكن انها يعني احنا بنساعد تزنبنا يا عجيان باللي تباه وش لك حق لك حق يا عجيان ابشر لك حق ولا والله اللي حق هذا عده حطناه عده لا قل بسم الله الرحمن حق بيدي ان شاء الله لا ما هي واصله يد عطنا اللي عندك ما هي واصله يدين عطنا اللي عندك وش تبي بس يا عجيان صل على محمد انت الان في الكوفي شروم افضل وسيله انك تتكلم عن حقك وحنا معك طريقك للحلم يعني انت الان عطنا انت الان افضل مكان انت يا طريق الحلم اكيد ان كلكم تدرون ايش السبب لا ما ندري والله يا افا انت بتتكلم عندك شيء بتقوله ولا لا انا ما زلت بحلل اذا صرت متردد يعني ما عندك شيء لا عندي شيء عندي سؤال اليوم طيب عندي سؤال قبل انتقل عجيان اعطناك المساحه قلنا جا وما جاوبت ايش اسوي بك قبل انتقل لمنصور عندي سؤال تفضل منصور يبيك في 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 محور تفضل الان انت تقول سيف 50% في البرنامج صح الفتره اللي طافت وقت برايم لو خيرت بين سيف وفيحان ما انت تختار يغادر
انا اختار ان سيف يرجع، ما اختار ان احد يعني فيحان يغادر. لا لا طيب اختار ان سيف يرجع، اختار ان سيف يرجع. هو في واحد بيغادر، سيف ولا فيحان، من تختار؟ انا في البدايه انا لو موجودين العشرة اختار ان سيف يرجع. هو صادق فيحان طيب. الا صادق فيحان ما من فايده بالنسبه للنسخه. مشاكل لا مشاكل صح، هذه صدقت ابو حسام. طيب ابو منصور معك، ابو منصور معك، ابو منصور الناس اللي بتهدى تبي تركض فيحان مشاكل. المايك المايك ابو منصور نفس المشكله دائما. رجيان صباح الخير. ارحب صباح النور يا طويل الصوت، جره صوت جره، والله اني فيك اقل لي هقاوي. هلا هلا خابت الهقاوي معك يا عجيان. رايك يا ابو منصور؟ عجيان تثق فيني؟ اي والله اثق فيك ابو منصور. ابشر بسعدك، عطنا وش عندك، وش اللي وش العواقب اللي تواجهها؟ والله ما يجيك شيء ولا يلحقك شيء. انا اقول لك يمكن اليوم مواجه. انت عد يمكن تدري اليوم، يمكن تدري. خلني اعلمك، انت سفير لدوله قطر، جاي من عند ناس غاليين. صحيح. وانت هنا بين اهلك واخوانك، ما لا تعدنا الا مثل ما تعد اخوانك وعيالك. عسى الله والله ما عدكم الا اخوانك. فابشر بسعدك، ما اللي ماخذ لك حق ولا عائق لك في ادائك في البرنامج، والله اني سد الان. انا والله يا ابو منصور، وانت تدري اني ما اقدر اتكلم الحين. تكلم يا مال الشحمه. بقول لك ليه الرؤيه قدامي توضح. انا الحين ما تراني جاي من المشكله ذي، وانا ما زلت في وسط المشكله، وقالوا لي في الكوفيشن روم بتجيهم. مشكله في الاداره، في الاعداد، في الاعداد. يمكن تدري اليوم، انت مستعجل. مو اليوم انت تقول تدرون قبل شوي. ما انت متاكد يا عجيان؟ ايه هذا هروب، ما انت ما عليه. ما هو هروب، يمكن انت شاك في شيء يا عجيان. لا شاك في شيء وانت متاكد؟ مو شاك، متاكد. طيب قول. طب عطني اياه، عطني اياه. عطني، اعتذر والله. خلوا الرؤيه هذه، خلاص ما علينا من هذا المحور. جبني بكره ان شاء الله ان كان عجيان. لا ما اجيبك ان كان وجد. جبني بكره اعلمك بالسبب عجيان. ارحب. اول شيء انا اطالب بالغاء الهوست، هذا شيء رسمي تم، يعني في التصويت تم رفع التصويت بالوهمي بشكل مريب فعلا. آخر خمس دقائق قبع التصويت العجيان، وهذا يعني يحط شك. لا لا عطني القلم سال، ما عرفت كلام القلم. تكنولوجيا محمد منصور. سم سم متخصص تكنولوجيا محمد منصور. الكل لاحظ، مو محمد منصور بس، الجمهور يتحدث، الإدارة تعي. محمد عيسى رسالة لك، يعني تكفيل الحساب ما عاد ينفع، اما اشتغلوا زي الناس يا محمد ولا لا. الشيء الثاني والسؤال المهم، هذا شيء انت دراب، انا صراحه داخل السؤال المهم. تفضل. انت وين كنت اليوم كله؟ وير از عجيان؟ صح، وين كنت؟ وير از عجيان؟ وينك في؟ انا مستاذن الاداره. شفتوا ما شاء الله. ورجعت. اللهم رجعت. متى كان اتفاقك مع الاداره ترجع؟ ما كان. اوه لا، ما تطلع من هنا الا محمد عيسى يعلمك متى وقت رجعتك. انا بقول لك وباي حق تطلع. هذا شيء ناقشه عند الاداره، تناقشه عندي. ليش ما اعلن مثل ما اعلن نواف منصور ابو منصور؟ صح، ليش ما اعلن خروجك؟ هذا شيء تناقشه عند الاداره، ما تناقشه عندي. محمد عيسى اما اشتغلوا زين واثبتوا ان احنا في 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 قناه رائده في مجال الاعلام في الواقع، انت قاعد تهدم كل شيء في هذا البرنامج يا محمد عيسى. هل في محاباة يا مدير الإعداد؟ وبأي حق يا أخواني؟ هذه مهب منافسة. لما يطلع جيان 24 ساعة وأنا ما أطلع ليه؟ ما هو صحيح، ما طلعت 24 ساعة. وين يا أخوي؟ يا أخوي ناس غير صحيح. عقاب المري يا أخي. لا تضل. ليش 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 بعض المتسابقين يتم معاملتهم غير 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 الثانيين؟ ليش حد بالخشمان يطلع في الكوفيش الروم ويشتكي عشان يطلع 24 ساعة وغيره يطلع ما حد يدري؟ صح. ويتفقون معه يرجع بدري ولا يرجع؟ توه يرجع قبل شوي. يا اخوان هنا في مشكله في العدل، وهذا شيء ما حد يرضى. اما افعلوا المتسابقين كلهم سواسيه ولا يا اخي اسحب برنامجك هذا. البرنامج هذا مو بالعيفان، مو بالعجيان، ولا ناس على كيفه قاعده تمشي. فقره اليوم شو اسمه لاخونا جبر تدخل ابو صالح الله يبيض وجهه. ابو صالح طيب الاسبوع اللي راح طيب مع نواف منصور. يا اخواني لازم هذا عدل، اسمه عدل، لازم تعدلون ولا خلوا المتسابقين يروحون يا اخي، فكونا اعطوا الاول عجيان ولا عفان ومشونا. يعني انت تشوف ان فيها محاباه؟ في محاباه واضحه وصريحه. المن اتفق معك. لعجيان رساله
برجع بعد المحور هذا بس دقيقة. أما في وقفتك مع سيف الهاجري فوالله انك ابيض وجه، وجهك ابيض يا ابو وساكتك ساكته عصبة المحلفية ساكته شوي. اي وكان كان الرجل والله انه صامل وانقالها بيفعلها هذه واضحة. يعني شكرا شكرا شكرا، غيرك ما سواها والله ما سيف فعلا فقيدة ولا هي ب 50% يمكن اكثر، ما هي ب 50% يمكن اكثر. انت يعني جاملت زملائك ولا تبغى اصلا عجيان لو تحدونا مننا لبكره ما راح يسقط على زملائه مو مثل غيره بيشيل الليله. لكن مساله خروجك اذا ما انت ببرايم، اذا ما انت ببرايم ما احتاج اطالب، انا برايم على طول. اذا ما جاء خصم دائما برايم وسحب الهوست لازم يسحب الهوست من مين؟ ابو منصور اي احد التصويت دخل في وقت جمهورك وهم. اللي صارت جمهورك وهم مع كل احترام وشيء. لا تنغش، مو صحيح. اتمنى انك ما تنغش، مو صحيح. جمهورك اخوانك، مو صحيح. فريق دعمك اللي والله عز الدعم، والله يعزني والله يا عندك فريق دعم، فريق دعم يسمع صح. هو متخذ هوت ما اخذ هوت بياخذ بعد شوي والله وهم يا رجل. اي والله ابو منصور خمس دقائق دخل فوق مدري كم صوت الف ابو منصور من الاخير جاس القطع الاول ما هو بعيفان. لا مو بعيفان ابو منصور بس. يا ربك صادق ان انا اللي باخذ الهوت مو اي انت ويسحب اكيد والله يسحب على اي اساس وغصب يسحب على اي اساس وضروري يسحب على كيف ابو منصور ضروري لازم عشان المنافسه تكون زينه واضحة وصريحة كل الجمهور يدري. اخترقوا الحساب فريق دعمه مخترق صحيح. الحساب وتم التصويت بوهم طيب. لا تنوهم يا عجيان، انت عندك جمهور لكن مع كل الاسف جمهور وهمي. طيب ابو منصور رايك يا ابو منصور رايك بخصوص عجيان والتصويت يعني في لحد الان ما اعلنه انت تكون توقع لا مو توقع صحيح 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 مصادر عجيان مصادر طيب بنشوف بعد شوي عبد الله شوف اول شيء خلنا نكون يعني مهنيين شوي تمام. هذا كل اسبوع يجون المتسابقين والواهم داخل حساب القناه مغلق ما يصوت الا حساب القناه تنشطوا جمهوره اخر شيء وصوتوا هذا اكبر لكن حساب القناه كل اسبوع ترى يقولوا وهمي لكن حساب القناه دام اقفل الحساب ما في وهمي يعني ابو منصور والله انه وهمي يعني ابو منصور انا حلف بالله خلاص انا والله وهمي طيب رايي انا يا محمد عيسى تراه في ذمتك طيب خلاص انا رايي انا ان هذا حق يا محمد مو رايي هذه حقيقه لا مو حقيقه مثلا واحد سجل هدف يا اخوان لازم نفرق طيب مو مش فرق هذا حق وجهه النظر والحقيقه يعني بعطي مثال وجهه النظر يعني مثلا الهلال فاز 2-0 ما تقول انا وجهه نظري هي فاز 3-2 ما هي وجهه نظري لا 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 ابو منصور حقيقه محمد طيب حقيقه عجيان عجيان خلينا انت بديت رايك تنشط اخر شيء إيه عادي عادي ابو منصور هدي سم. انت بديت رايك خلينا نسمع من عبد الله جميل شوف الجحفله حق مشروع في كل المنافسه يا ساتر وهذا الامر عند الاداره هذا عند الاداره عجيان ذكي فهمت علي الله اكبر جهز اموره على اخر دقائق لا انا ما جهزت شيء فريق دعمي الذكي يا حبيبي بس المهم ان الرجال فاز واذا فاز فيها يستحق هذا حقه قانوني فيها وما نبي اولا ما نبي نسبق الحدث دقيقه ما نبي انا اقول اذا فاز فيها حقه قانوني الان في اداره قانونيه يا سلام تعطي كل المشكله هذا مدير قانوني حقه كل متسابق راح تعطيه حقه وما راح يضيع حق احد اذا كان في تدخل او غيره السؤال اول شيء الله يعطيك العافيه عجيان شكرا على عجيان بيض الله وجهك وبالتوفيق ان شاء الله نبي نقاش بهدوء شوي الان مساله الوهمي مساله الوهمي حلو وجدال حتى في البرامج السابقه ومشاكل في الوهمي الان ما وجد حل للوهمي اوجدنا حل يعني الوهمي تدخل في 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 اللايكات في التصويت اللي في تويتر نعم. كذلك في حتى في جوجل وصل له الوهمي وش الحل يا ابو حزام ان ننتهي من هالاشكاليه هل الماده هي حل انا اشوف وانا طريت لي والله في الطريق وانا جاي قلت يا احد امري يا ان شفت اللي اخذ حصانه يا اخي ما اخذ حصانه مثل هباس مثلا ايه؟ اخذ حصانه ماديه خلاص هو هوست او شيخ او عمده اسبوع اللي بعده نعم وخلاص نعم او اذا تبي تعزل ذي من ذي يعني هذا ممكن بتعزل ذي خلاص خلي التصويت لمده يوم تصويت يدخل فيه تصويت مادي ويدخل فيه تصويت هذا تصويت عشان ما ويدخل فيه نقاط كذا نسكر
كل الثغرات، أما تركه على الطريقة هذه وإن كل حسابات يا رتويت يا استبيان يا جوجل، احنا نعرفنا كلها من زمان من بداية البرامج، وإحنا نعرفنا 8% منها يعني غير طيب. حقيقي، فما بالك بتطور يعني طيب. الأساليب الآن فعليا تقريبا 90 فيها وهم. طيب طيب قدموا تقريبا ذكرت الأفضل. ايه تعليقك على موضوع الوهمي الاشكاليه اللي اول شيء تجدل عند الجمهور. طيب مو مشكله، خلنا نعرف اول شيء وش معنى وهمي. وش وهمي هنا السؤال، السؤال المهم وش الوهمي؟ انت ايش تقصد في الوهمي؟ تقصد انه ريبورتات يعني ذكاء اصطناعي، خوارزميات معينه، ولا فريق جالس في بيته، جروبات تليجرام، جروبات تويتر، تدخل وتقول لهم ابغى 1000 صوت، ابغى 500 صوت، يلا ضيفوا حساب القناه الفلانيه ولا الحساب تويتر الفلاني وابدا في الموضوع. تمام، ايش قصدك في الوهمي؟ اذا كان تقصد في الوهمي انه والله اشخاص تدفع لهم مقابل عشان يحققوا لك الهدف حقك، هذا مو وهمي، هذا ناس طبيعيين حقيقيين، انت تروح تتفاوض معهم باي تفاوض ايا كان، بمقابل او من غير مقابل، ويؤدوا لك المهمه اللي هم يبون. هذا ما اعتبره وهمي يا اخي، مثل اللي بيدخل في التصويت، انا اقول لك انت اللي تدفع للجمهور روح ادفع في التصويت المادي اخير لك، صحيح فهمت؟ لكن انك تجي تقول والله لا انا بهمش جميع التصويتات هذه واقول انها وهمي لانه والله ما هو بجمهوره ولا ما جاء التصويت على هواي ولا لا، انا ضد الشيء هذا.
تصويت القناة ما هو بوهمي، تأكد كل اللي صوتوا، دام الحساب أغلق أقفل، إذا أقفل الحساب هذا معناته ما يقدر يصوت إلا اللي ضايف الحساب، ولا يقدر الإلكتروني إنه يضيف الحساب. أنا يعني ما يضيفه إلا إنسان طبيعي مع جوال ولا جهاز يدخل يسوي إضافة ويدلي بصوته، فدامه إنسان طبيعي هو يعتبر جمهور سواء كان بفلوس ولا من غير فلوس. يا أخي ممكن يكون هذا جمهور علي بروية وجاء موقف العبد الله، فهمت علي؟ ضد بداح، انا بجي اقول صوت العبد الله، هل هو جمهور عبد الله؟ هو جمهوري بس راح العبد الله عشان مبغض بداح بشيء مثلا، مع ان بداح من فوق اللي يبغض ما ينبغض، مقبول الله يقبل، تمام؟ هذه وجهه نظري. فلا تهمش اذا كان المنافسه بين اثنين، واحد محبوب واحد مكروه، وصارت النجاح في كفه المحبوب على كفه المكروه، ما لك حق تهمش. لا بعيدا عن النقطه هذه، لا انا اوضح للجمهور اللي ينتقدون التصويت، يجي يقول لك والله ما لاقى مثلا انا تنافست انا وفلان، انا جمهور فلان ما لاقى تصويت مثلا او نجمي ما جاء تصويت. لا انا ابغى يعني أنا الحين عبد الله دقيقه الحين الدنيا القنبعة هذه تشوفها وهمي ولا ما هي وهمي؟ لا ما هي وهمي حقيقي جدا، ما يقدر يصير وهمي يا جماعة. طيب صل على النبي. أنا بالنسبة لي أعتبره وهمي، وتكلمت المحور هذا من بداية من فقرة خلف من فترة. إيه الشباك. في فقرة الشباك. هذه مسؤولية محمد عيسى، مسؤولية صالح الحسين. هذه ذمة. لما الكورة تصير في ملعب الجمهور والجمهور ما هو مقصر، وحنا دارين ترى. والله دارين انه مو عبد العزيز يسمي الحال اللي عند الجمهور، 7-8 جماهيريين على مستوى عبد العزيز، لكن جمهور عبد العزيز لعب دور اكبر في جماهير ارتاحوا، ما جالهم المحكات هذه، ما جالهم محك الحصانه، محك السجن، محك كلهم شغالين. انا اشوف ان عمليه الوقت الطويله هذه احد المعوقات. يا سلام، لما تخلي التصويت على 7-8 ساعات انت تفتح مساحه لأنه يخش فيها وهمي، يخش فيها مسابقات، يخش فيها رمي غتر. تصويت ايش بالضبط؟ تكلم عن تويتر. اغلبها حتى حق تويتر تحديدا انه اكثر من صار عليه الجدل. حلو، انا افضل انك تخلي تصويت ساعتين، واجبع الحاضر يعلم الغايب، اللي حضر ياخذ قشمته ويروح، سوي استنزاف. بعدين فقره مثل تعيين شيخ ما توقفها على معيار التصويت الحاله، اول حاجه يكون عندك مرشحين، عندك 4 مرشحين مميزين مثلا في هذا الاسبوع بناء على نقاطهم وبناء انهم ما اخذوا الشيخ الى الان. حلو، اللي اخذوا الشيخ برا يعني ما يخشون في المقارنه هذه. عندك اعلى 4 نقاط تحطهم في التصويت مدته ساعتين، وفيه يكون عندك النقاط لها قسمه والتصويت لها قسمه مع المده ساعتين، هنا تطلع من هذا الجدل، تطلع من هذا الوهمي، مضبوط. فقره خلف مخلي التصويت يومين مدي 3 ايام، اللي هو عمليه الـ حق التصاميم والتصاميم، خلها 6 ساعات قبل الفقره، ما فيها شيء. عمليه الموازنه في الموضوع هذا تحفظ الحقوق وترحمنا من الجدل اللي قاعد يصير. فقره خلف بس اعقب لك، بس فقره خلف إيه؟ فقره خلف الحساب فيها ما يغلق، تمام، يدخلها وهمي. اعطيك اياها من هذا المنبر، اقدم رساله بكل يعني انصاف، ولا أدري هل صار الموقف هذا مع أحد آخر ولا، أقدمها وقد قدمتها هنا، قدمها لوليد قشيران، يستاهل أبو قشيران من يثني عليه في كل وقت. يستاهل. فقرة من الفقرات كان عندنا إحنا، كان في برنامج مستثمر في البزنس، كان في تصويت على، والله أني ما أدري هل هو على الصورة. حلو التجربة. أفضل تصميم. إيه. أظنها أفضل تصميم، فكان في جدل وإنه دخل وهمي. وليد جاء خبر في الإربيز وموجود مع أحمد الملا. اللي نمسي صب عليه بالخير في قائد فقرة نمو، قال له موضوع دخل في هذا فنعيد التصويت. يا سلام، اتخذ قرار يعني. اي ممكنها صارت قبل لكن صارت بصيغ ما هي بواضحة مرة، لكن وليد لما درى اتخذ إجراء في وقتها والإعداد باشر معه فقال قفلوا حساب القناة. أنا ما أعرف الاستراتيجية حقتهم، أنا مع أنك تكون دقيق جدا كمسؤول عشان تنصف كل شخص وتعطي كل ذي حق حقه في هذا الموضوع. شوف السبل اللي تخليك تطلع من هذا الجدل وتطلع من هذا المسؤولية، هذه مسؤولية أمام الله جل شانه يا أخوان. ليش هالعقبة هذه شاغرة عندنا الآن ولا حد حلها؟ حلوها بأي طريقة، ما زال في وهمي وما زالت مخترقة الأمور هذه وظلموا الناس فيها كثير. شوف طيب حقت وليد قشران، بس كنت حاضرها أنا وليد قشران المسابقة ذيك، حسابي اتخذ قرار يعني، تمام. وليد قشران كان عدد الإضافات في حساب تويتر تقريبا 270,000 280,000 شيء زي كذا، ما قد وصلنا 300، ما بعد وصلناها، تمام. عدد المصوتين 400 ومدري كم، 400,000 عدد دبل الرقم الموجود، فهمت علي؟
وقتها لا مبين ان الموضوع وقف. يعني في وهم في وهم. شوف اذا الحساب مفتوح، انا قلت خلاف خلاف وهمي. ليه؟ لان الحساب مفتوح، لما تغلق الحساب انت قاعد تحتكر هذه مسؤوليه المتابعين لك، هم اللي يصوتون. عبد الله هذه لكن لما تفتح مسؤوليه مين بالاخير؟ عشان الموضوع يصير اعداد اعداد. شوف في موضوع، انا قلت لك فقره خلف هذا مفتوح الحساب فيدخل فيه وهمي، وانا قلت لك يا ترى وهمي تمام. لكن اذا اغلق الحساب، اذا جت هالعلامه هذه تشوفونها على الحساب، العلامه هذه القفل، فوكس 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 القفل ذا، اذا موجود في الحساب اعرف انه ما حد يقدر يصوت عقبها الا اللي ضايف من الحساب ويكون حي ينشط، يعني المدفون ما يقدر يصوت، لازم يكون حي ينشط. ما في اقفال للقناه الا في اقفال. شوف في اشراك في اقفال، ما كان في اقفال، ما في اقفال بخلف. نقول لك في وهمي الآن اشراك الجمهور، اشراك الجمهور في الطالعه والنازله انا ضد اصلا، اصلا حتى يميت يعني الحماس والشغف حتى عند الجمهور. المشكله مي بينا، انا بشرك الجمهور مثلا ما اللي يستحق نقاط اليوم، بشرط ان النقاط تكون يعني عددها محدود. يلا يا جمهور نشوف لكم مثلا، حتى لو في حسابي، حتى لو الان الفقره ابداح الان اقول يلا على هاشتاج اشرك الجمهور. نعم. هنا عدا ذلك ماني مشرك الجمهور ابدا. اصلا انت بليت الجمهور اشغلته، ليش؟ لان شيخ القريه او عمده او الهوست اللي سميتوه هذا يعطيك يعني كانه مؤشر قوي ومقياس ان هذا نجم، النجم الاول جماهيريا. فاذا كان شغلهم كله وهمي، ابو عبد الله يقول في ناس يدفعون فلوس ويعني زي مقاولين او اللي هو، وهذا طريقه مشروعه كانت تصويت بالفلوس، ما يخالف. بس الان انت اعطيت ايحاء للزملاء ان اعلى جمهور، يعني انت الان حتى ثبت معنويات زملائه، حسوا ممكن في سته ولا سبعه افضل منه بطريقه غير مشروعه. يعني احنا هنا قلبنا الحقائق ضد البرنامج. انا ما اتكلم عن عبد العزيز السلمي، عبد العزيز السلمي جماهيري ويكاد يكون الاول في الفترة الحالية تقريبا، فترة حالية، ما انا قصدي بشكل عام. هذه واحدة اعطيك معلومة عشان تكمل معلومة عشان تكمل بس. تدري ابو حزام في تصويتات اللي هم يقولون عنها جوجل هذه انه صعب ان يكون فيها اختراقات، تدري ال 10,000 صوت في جوجل بكم؟ بكم؟ 500 ريال. المقاولين يحرجون عليها في تويتر وفي الانستغرام. حتى جوجل معرض جوجل ثلاث ساعات وقت التنفيذ، 10,000 صوت 500 ريال. علامة استفهام. طيب الشباك وين المصلحة في أني أختار أخلي الجمهور يختار؟ أنت بتمر على كل المتسابقين تقريبا 4-4-4-4-4 لمدة ستة في الشباك. طيب أنا ما أدري وين، وش الميزان أي ميزانك ذا، وش ترمي إليها أصلا أنت؟ هذه واحدة. حتى فقرة علي هادي، لذلك اشتراك الجمهور في الطالعة والنازلة هذا أصلا خلل في إعداد البرنامج. صح. نعود إلى ما كنا عليه، اللي يثبت نفسه يا الربع داخل فقرات، يحرق نفسه، يشتغل، هو اللي يستاهل. تبغى تصويت، حط تصويت مادي زائدا الفقرات النقاط زائدا، خلي التصويت ذا حق جوجل، عط 20% تصويت مادي 20% وعط 60% لحضور الفقرات. نعم. خل اللي حرث ويشتغل خله. أقسم بالله هذا الحل المثالي. نعم. خلاص. نعم. إنه يكون الفقرة اللي الهدف اللي بتوصل له يكون عندك نسبة تصويت، نسبة نقاط مرئيات عندك عشان تطلع من هذا الظلم. إن شاء الله تجيب الأول يا سالم حزام وخاسر 50,000 لكنك ماخذ عندي في النقاط التقييم حقي صفر، ماخذ صفر والرجل هذا مشهد أوازنه وأعطيه. هذا يا سلام، هذا حل تقييم واضح. وانتهينا تقييم وانتهى. أتمنى الإدارة ينتبهون للنقاط هذه ويحلون لأنها مسبب إشكالية كبيرة. قدمنا حل تاريخي. أنا بعد ما كان محور بدالهم محور الوهمي ومحور هذا، سويت عملية بحث عن الشيء هذا، وشكرا ابو عبد الله انه اكدها انه مساله اللي هي فيها 10,000 صوت موجوده. عبد الله عارف السكن ابو عبد الله، كان في احد ابو عبد الله يعرف المركز الاول من الحين انشدوه تفقد شيء من شنو هو ترى عارف الاول يا معلمه بالصوت قال ليه ما تمسك حق صوت مهندس صوتيات. طبعا بحثت حصلت شخص مختص في الشيء هذا، وللامانه هذا البحث لان احنا انا هدفي في على الطاوله هذه معكم، واشكرك يا ابو حزام شكر على هالفكره ومشاركه النقاد، انه لازم يكون لها حل انقاذا للنسخه القادمه. أحسن. يعني النسخه هذه خلاص انتهت، تكون استراتيجيه واضحه، استراتيجيه واضحه يعني للجمهور، لا يكون في جدل. لان البارح وفقره الخلف كان فيها جدل كبير. بحثت حصلت هكر من مصر ايوه في التليجرام،
وقال نعم أقدر أصوت لك في جوجل لو تبى إلى 50,000 إيميل، لكن كل ما زادت الإيميلات زاد الوقت إيه في دخولها. إيه طبعًا هذه موجودة عندي أنا الخصوصية الرجل، هذه محادثاتي معه، لكن موجود الإثبات حتى لو أروح للإدارة وأثبت الشيء هذا عشان ننهي النقاش هذا. الوهمي موجود في كل شيء، لازم نعترف في حل قاله أبو حزام اللي قبل شوي، وفي حل آخر إن اجعل علم. لا معلش أنا قال قدام أبو حزام أنت اللي قلت. أنا رأينا واحد. أنا اللي فرشت له واللي ما أنا معنا مختلف. رأينا واحد، لذلك نتمنى من الإدارة للنسخ القادمة أنقذ النسخ القادمة من هذه الإشكالية اللي تسبب جدل، خلوه على المجهود. الله يعطيكم العافية. يعني كذا عبد العزيز الأسلمي الحصانة القادمة ممكن يكون جمهوره أكثر شيء بس ممكن ما يأخذها. يمكن ما تدري. على تقييمه في الحضور وفي الأمور. صح. نعم ويمكن يأخذها ما تدري. حنا نقول عشان نبعد الشك. والله تراها ميزان عدل. شوف الفكرة هذه طرحها عبد الله يدها سالم وحطوا لها أرقام، والله إنه ميزان عدل. قل لي ليش؟ أنت الآن معلش أنت تؤدي رسالة على هذه الشاشة، أنت مؤتمن سواء كنت إدارة كمرسل أو أداة كمتسابقين، تمام؟ أنتم مؤتمنين، فمعليش أنا أبغى أوصل للجمهور الأدب وسمة الأخلاق وحسن التعامل. يا أخي ما أبغى أوصل لأولادي وبناتي في البيوت هذولا أنه والله تعلم التسيب وتعلم عدم الانضباط وتعلم عدم الاحترام وتعلم كيف الطامر. يا أخي والله ما هي بجميلة، يعني هي قيم هذه ما هي بصحيحة، كيف احنا نرسلها ونخلي المجتمع يتابع فيها؟ نعم. فأنا مع الفكرة هذه اللي حضر. بالعكس يا أخي أنت تسعى للكمال، لو ما في أحد كامل تسعى أنك تكون كامل وجميل ومهذب. ترى انضباطك في الفقرات هذه يعني 60% هذه تراها سابقة ما حصلت. يا أخي أنت تطلع برنامج ومتسابقين نموذجيين. أنا أوكي هم شوف هو نموذجي في حضور الفقرات، أنت تقولي والله نسعى احنا، نعم احنا نبغى واحد مثل فيحان كثير حركه مثل عزوز كثير ما هو مشكله، لكن نبغاه وقت الفقره اللي موجب فيها الاحترام يكون محترم حاضر وحريص على نقاطه. وقت الرياليتي يا اخي صلح ما بدالك، اطمر وكستر وزي اللي ما بدالك بيجيك خصم، هذا حريه لك انت. لكن في وقت اللي نطالبك فيه انك تكون منضبط، حضور صلاه، حضور فقره، تنظيم، نبغاك تكون منضبط فقط. وشكرا قضينا نختم الليله طولنا. احنا اسهبنا في الموضوع هذا لانه جدا مهم وحساس. طيب في المحور الاخير ومحور كررنا ان ما نتكلم فيه وكان فيه احصائيه احنا منعناها، يعني احتراما لراي ابو منصور او البعض من الشباب اللي كان معارض عليها، اللي هي الصلوات. وللامانه يعني الصلوات منقوله هوا وكان فيها تقصير الايام اللي راحت جدا قوي واضح. احنا قلنا تجاهلنا النقطه هذه، قلنا بينهم وبين ربهم، لكن صار ابو حزام التقصير جدا واضح، يعني ممكن الصلاه يحضر 4-3 الباقيين غايبين. فاحنا ما نبي نترك الجانب هذا، نبي نذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. اولا جزاك الله خير يا بداح، وهذا شيء يعني حتى لو تكلمنا في كل يوم هذا من الذكرى التي تنفع المؤمنين كما قلت. من حافظ على تكبيره الاحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق، يحفظ مكتسب، يعني ما تقدر تحصله الا في البرنامج ده، جاهز امامك. ايضا امك وابوك يشوفونك على الشاشه وتصلي، ترى هذا من البر فيهم، حتى يعني تنشر السرور على محياهم. ايضا اذا ما رفع الخصم على الحضور في المصلى، لان المصلى الان بث، وقت بث كانه فقره بغض النظر عن انت يعني تصلي في الغرفه ولا تصلي، الان هذا البث المرضك متواجد على البث، ناخذها من الجانب هذا. إذا ما رفع الخصم عليه فأنا أؤيد أن يعني ما ينقل الكاميرات على المصلى وخلوها. إذا ما كان الخصم 1000-2000 نقطة، لأن هذا فيه من التحفيز لأداء الصلاة. بتقول لي لا هذه كذا، لا تحفيز، وكل واحد يبلغ الثاني، كل واحد يذكر الثاني، ما فيها شيء، ترى ما فيها شيء، بالعكس. لا بالعكس، أنا أقول يا ولد صل معي الفجر، ترى صليت معي الفجر رحنا وياك الفوال نفطر سوا، يمكن هو جوعان من البارحة يجي عشان يصلي الفجر. فضل الله واسع، لا تحجر شيء. لذلك احنا نحفز أنفسنا قبل أن نحفز المتسابقين على الصلاة ومحافظة على الصلاة في الجماعة، تنشطك وتحيي البث اللي أنت الآن عليه. أما بتجلس تنقل لي على المصلى ساعة فاضي، هنا في خلل في البث وفي تواجد المتسابقين.
ارفع النقاط الخصم أو مو بلازم تنقل على المسلم. طيب وليش ما ترجع الإحصائية من جديد؟ لأن الإحصائية إذا كانت موجودة في وجود من الشباب من يوم ألغناها كان الغياب موجود. أنا ركزت على النقطة هذه اللي لقيت من بعد منعنا الإحصائية دام ألغناها. هي أنا معك لكن دام ألغناها نلغيها لأن أنا كنت ضد أبو منصور صراحة، لكن لقيت إن فيها يعني ولابد فيها مداخل، لكن إيجابياتها أفضل من سلبياتها. أنا داري إن فيها إيجابيات وحطها أبو عبد الله ما قصر، لكن دمنا الغناء خلها تروح يا سالم. حل أبو وكيف؟ شوف أنا رأي شوف عشان بس عشان لأنها حطها أبو عبد الله هذه حلوة. شوف أول شيء صلوا على النبي الله مسلم. خلينا أنا وأبو حزام الشباب صغيرين الله يصلحهم تمام تمشي بان إيه أنا وأبو حزام حنا أولياء أمور عندنا أبناء ومربين ومطالب منا احنا نرسل رسائل. ما هو والله شوف انا بستذكر بس موضوع في اول ابراهيم جاء مشعل علي الله يذكره بالخير جاء ابوه هنا كان جالس في غرفه الضيافه فجيت اسلم عليه كيف الحال شلونك طيب ما ادري وكنا مشغلين الشاشه اللي في الضيافه وكان وقت صلاه عشاء ومشعل في المسجد يا سلام تمام فابوه انا اسلم عليه اسولف معه وعينه على الشاشه الولد تمام فقلت ايه مشعل يصلي بيجيك بعد عشان تقابلته قال ابشرك يسبقني على المسجد ابوه رجال رعيم لا املح ورجال ملتزم قال يسبقني على المسجد يعني انت الان او الولد فخر لابوه انا صار ولدي يسبقني على المسجد وحريصا على الصلاه تربيتي ثمرت فهمت هذه رساله فغيابكم عن الصلاه يا احنا واثقين خلنا نقول انكم صليتوا تحت الهواء ما لحقنا شك لكن انت هنا تؤدي رساله للجمهور انهم يهتمون بصلاتهم اذا انت يا متسابق موجود وقيمه الصلاه وانت ما رحت صليت معناته انك انت ما انت مهتم لا تقول لي صليت والله في الهنجر انت ما انت مهتم فانت قاعد ترسل رساله عدم اهتمام للمتلقي فيسوي زيك ما يصلي لان لا تنسون ان في شريحه تتابعكم شريحه صغيره سن شريحة أعمارهم 12-13 سنة يرونكم قدوات لهم أنتم الآن في موضع أمانة في موضع أمانة لا تخونون أمانتكم لا تخونون أمانتكم ترى هالصغير اللي يتابعك ويشوفك قدوة له إذا شافك ما صليت ما هو بمصلي زي ما هو يقلدك في التكسير وفي مطامر وفي رفعة الصوت وفي الغناء وفي كل شيء ترى يقلدك حتى في الصلاة فخاف الله في هالأمر هذا ترى مهم جداً أنا ما حبيت أعرض الأخوان يوم قالوا هي الإحصائية عموماً اللي ما يصلون عليهم خصم هذا منتهين منه صح تمام لكن ذكرت عندنا في البزنس واحد ذكرت عندكم ولا كان لا ما كنا كان لا. في سكريبت اثنين في سكريبت اثنين سكريبت واحد قصدي سكريبت واحد دخل أبو سلطان ودب الخصم الصلاة الله يذكره بالخير دب الخصم الصلاة وقال ينزل لها تقرير وكان ينزل لها تقرير فيا جماعة حافظوا على عماد الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طبعا ترى تعقيبا من ذكرني مش الان يقول في سكريبت واحد كان ينزل علينا الخصم 2000 خلاص نزل 2000 نعم لازم يعتمد يا اخوان صلوا على هادي محمد قضية ما هي قضية احصائية وقضية انك تعلم الناس من صلى وما صلى انت جاي هو الان في فقرة غدوة ويغيب ونشوي زحمة وهي فقرة غدوة يتعلم الطبخ على 500 ريال 500 نقطة الريالات الريالات قاعد تعدها عليها 500 ويمثل والتمثيل هذا أما أنه يخليه يجلس في برنامج ولا يطلع صح. يعني الدعوة تعزيز وتعليم إن لم تعزز وتعلم الصلاة فلا خير فيك ولا خير فيني إن لم تعينني على الصلاة فلا خير فيك ولا خير فيني صح. أكبر أثر يترك هو الحفاظ على الصلاة هل تعلم أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة وتكبيرة الإحرام 40 يوم يعني جاه من الله سبحانه وتعالى براءتان من الشرك ومن النفاق فإن لم تعزز الإدارة هي الدعوة هو برنامج في تعزيز قيم ما هو برنامج عشان منافسة ومسابقة لا هو ما هو بسابقة أخرى بتحفظ على الأسماء برنامج قاعد يتعزز فيه قيم الدين والخوة والطبخ وتعتمد على نفسك وتتحمل العقبات والنفسية والوطنية وتعزيز الروابط وكلنا جنود الوطن معايير كثيرة كلها نعطيها وجه حق الصلاة ونقول معليش صليت صليت ما صليت لا ورب الكعبة وجه الله عليكم ما تجاملونهم وجه الله عليكم أقل من يصلي في المسجد وأقل مقصر من المتسابقين
لا تسوي ابراهيم، دف الاهلها الله يستر عليه، وبدون توديع، بدون مجامله بالعربي الفصيح. نعم. فعلا الموضوع هذا سكتنا عنه لانه كان ياخذ حيز واخذنا فيه، لكن طالما الامور وصلت ان نتناقش فيه بشفافيه تامه، عزيزي ان ما عززت عندهم الصلاه وحاسبتهم على الصلاه رقم واحد لا تحاسبهم على شيء. طيب انا اتمنى من الاعداد يسمعوني ان الاحصائيه ترجع من جديد. هذا لازم نرجعه ونركز على الصلاه وبنوصل له كامل الاحترام والتقدير، لكن احنا اعطينا فرصه ما لقينا فرصه، لذلك الاحصائيه ترجع من الحلقه القادمه. أحسنت. طيب للجمهور في سحب في تويتر، هذا للتنبيه عشان يكون في الهاشتاج، على نفس الهاشتاج باخذ نقاد في اعلان هوست اليوم صح؟ ايه ننتظر. يا سلام. طيب جهزوا لي الاسم عبال ما اخذ النقاط من النقاد ابو حزام. 200 نقطه تهديه لمن؟ انا اليوم نجم اليوم. له نقاط نجم اليوم؟ اخذ 500 خلاص. 500 وين زدته يستاهل؟ تبي تزيده كيف؟ يستاهل. اذا كان نجم اليوم اخذ 500، انا اهدي 200 نقطه للرجل الحاضر الغايب اللي ما زال عندي امل انه ينفجر ابداعا ويعود كما بدا، لان لي نظره في الرجل هذا اللي هو ريان. يستاهل ريان، اعطيه 200 نقطه. دائما ابو حزام تركز على ريان، انت حاسس عنده شيء بس عنده شيء بس ما ادري وش اللي مكبله الى الان. يبي لك جلسه معه؟ يبي لك. لا المشكله ما اقدر اقابل المتسابقين. بنسوي لك استثناء وعاد بيض وجهي. طيب ابو عبد الله 200 نقطه. الله يا اخي كلهم غالين، والله كلهم غالين، لكن انا يهمني التفاعل والحضور. تمام. انا 200 نقطه اهديها لحاتم، مستاهل. امس كان نشط، اليوم كله اليوم كان نجم، حضوره في تفاصيل، يستاهل. انا اهديه 200 نقطه. يستاهل. ابو سحاب 200 نقطه. والله انا اعطيها سيف الهاجري. يستاهل. اجل يستاهل، خرج من المنافسه. عطى جيان اللي كان بيحلم. لا والله يستاهل. انا ادري انه يستاهل بس عاد. لا انا 200 نقطه اعطيها. مشك الله. انا 200 نقطه اعطيها فيحان السبيعي. يستاهل. طيب يا اخي اليوم في العصريات فيحان اليوم يوم غسل الحوش يقول له في عصريات ابدعنا. ترى على فكره عصريات قتلت. لابد من مناقشتها يا اخي. نرجع تدري ليش اعطيتها فيحان السبيعي؟ ليش؟ فيحان السبيعي عنده رغبة كبيرة انه يقدم كل ما عنده. صح. وقاعد يبث روح الحماس. صح ان حضوره قليل لكن قاعد يبث روح الحماس عند خوياه. بس من اللي يطيع ومن اللي ما يطيع؟ شغف يعني. طيب ابو حزام قبل نسحب من هاشتاج عشان الجمهور يكون عنده خبر. المطبخ انا احس توقيته خطأ، هو اللي قتل العصريات. ليش ما يقدم المطبخ؟ نلحق على اخر الايام، نستمتع في العصريات في اخر الايام. ترى البرنامج تاثر على فكره. والمجامله هذه متى جات؟ جات من سكريبت واحد. سكريبت واحد جاملوا متسابقينهم لانهم ربع كلهم الاداره والمتسابقين. فصدق فحطوا المطبخ في العصر. من هنا بدات المشكله والقضيه. ليه كانوا يعني هم حطوا العصر؟ حطوا العصر. نعم. فجاء جنتل على غرار ما وضعوا سكريبت، وضع المطبخ حجر اساس ركيك بانين على هيال ما في البرامج الان سبحان الله. بس كان في جنتل عشان يرضون المتسابقين حطوا العصر. جاء جنتل حطوا العصر. لا بس قدمنا شوي تدري انه كان قتال باقي في وقت. نعم. لا لان لا 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 تراكم في الشتاء بعد. الشتاء النهار طويل ناسبنا. لا لكن الصيف. الصيف. النهار طويل في الشتاء. والله ما سبحان الله. الصيف. الصيف. انا اعتبر جنتل في الشتاء. في نهايه جنتل كنا شتاء نشب ضغنا. لا 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 في الصيف انتم كنتم برد. خلونا نرجع الى سابق عهدنا. ابو سحاب كان في البزنس واحد. الساعه 12 يستعدون للمطبخ. تدري افضل وقت رياليتي وشو؟ افضل وقت رياليتي اللي قبل المطبخ. نص ساعة. الجلسة هذه اللي قبل المطبخ هم قايم من النوم، تعال تفرج خارج السياق تلقى واقعية صدق. مو فاضي تصنعون لا يخين. وفي صلاة الظهر. وصلاة الظهر. صلاة الظهر يصلون. المطبخ في الظهر يا ربع. أما مطبخ في العصر خله كافي، خله قهوة ممكن. طيب لحظة، هو قدامه فقرة شياب. الشياب لازم تقدم الشياب. الشياب تأثروا وتأثر المشاهدين. تغيروا الشياب. تغير الشياب. صار عندهم تيك توك. بعد ما انقلهم من الصباح يا الربع، فقرة الصباح اللي من الساعة 9 إلى الساعة 12 أو 10 بالكثير،
هذا الوقت الصباح ذا هو وقت الذروة للشياب وللأمهات الكبار يبون يتابعون، رحنا ننقله بعد الظهر وقت المقيال، الناس مقيلين وقت المقيال كلهم مقيلين، وعلشان الشباب ما يقومون حطيناهم في العصر. هي كذا ترى ترتخي، لا تفكر انهم يعني بيعطونك، يا انك تشد معهم هم بيشدون. لذلك انا اتمنى ان يعاد كما كان، الاباء يكون في الصباح. نعم يمديهم يغيرون ان شاء الله، يمديهم نستمتع على اخر الايام. الشباب يؤدون في الفجر تاديات حلوه اللي هو من بعد اثنين، والوقت هذا وقت مدارس الناس نايمه. فانا اشوف كرتهم الرابح القوي العصر كله، والله العصر، العصر والمغرب، والله العصر. طالبنا يزودون ساعه الصباح ما حد استجاب. تخيل يجي كابتن طارق في العصر الان، كشت والله العظيم، بيجي هبال بس ما العصر على الجبل والجو براد الان، بس ما عندهم متسابق من وكلهم خفيفين، ما عندهم متسابق من رشيد. طيب كان فيه وراح بخصوص السحب، مثل ما نوهنا الفقره اللي راحت ان تكرار او شو يسمونه المسافات الطويلة، التنقيط المسافات ما راح، لو طح على احد عنده مسافه ما راح يحتسبها. لذلك 600 نقطه توزع على ثلاث متسابقين، نسحب هذا اول واحد نحدث 600 واحنا 200 ليه؟ ترى هذا ترى مو من العدل، ترى مو من العدل انك 600 واحنا 200. ننزل سريع سريع سريع. طيب انا يوم كنت قائد الفقره ترى ما اعطوني 600 اعلان وزع. خلنا ننزل ها يوم كنت قائد الفقره ما اعطوني 600 وزعها. هذا شخصنا مع علي بالرويه بالذات. انت محارب محارب هو عبد الله على اذنك، خلنا نخلص سحب بس. انت يعني مثل قولت ازم الصمت. شكرا يا استاذ ابداع. طيب هنا لكن فعلا انا محارب اول 200 والله اول 200 نقطه لزايد بن ناجيه يستاهل، ابو شهاب يستاهل، يستاهل والله يستاهل. غائب الغائب اليوم، غائب زايد بن ناجيه، زايد راقد ما اليوم ما هو بالفورمه. ال 200 الثانيه تروح لمن؟ علي برويه. حدث وننزل ونثبت. ها من هو؟ علي برويه. عادل مطيري يستاهل، يستاهل يستاهل عادل يستاهل، بس برضو اليوم غايب عادل مطيري يستاهل. طيب اخر 200 اللي يحبهم غايبين اليوم ما ادري في سبب يا اخي، حزينين والله الجمهور احرجهم. تصدق يا ابو عبد الله والله احرجهم الجمهور، يعطيهم نقاط. شوف نزلنا نسحب فوق هم هاربين، قصدي غايبين. نثبت هنا اعلان، نروح تحت ايش الاعلانات؟ عجيان عبد العزيز الاسلمي يستاهل، يستاهل 200 نقطه. صفقوا عشان ما يقول الجمهور علي مشخصنها مع. صفقوا صفقوا 200 نقطه لعبد العزيز الاسلمي، 200 نقطه لعادل، 200 نقطه الزايد يستاهلون. طيب وصل اسم الهوست ولا باقي يا شباب؟ وصل على محمد، وصل قصدي الحين. طبعا راح يتأجل اعلان الهوست من الاداره، هذا القرار راح يأجلونه، في دراسه وفي حسبه وفيه مراجعه للتصويت. معناها نقاشنا جاب فايدة. نعم هذا نقاش يدلنا تحت عين الاعتبار. إيه؟ والله يبيض وجيهكم، اهم شيء يضرب. احنا على الطاوله يعلم الله ان منصفين للجميع، نبى الحق للجميع، والله لا يضيع تعب احد. احسنت. طيب وكيلة الجمهور اسمها جاهز؟ طيب استعرضوا لنا وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع. وكيلة الجمهور مو ساره تستاهل، مو ساره يعني من؟ هي ساره؟ مو ساره تستاهل وكيلة الجمهور لهذا الاسبوع. ليش صفقت عبد الله الروقي بس لحالك؟ المن؟ الموسارة والله صفق لهم كلهم بس التصفيقة جات معنا، جات عفوية يعني. موسارة مميزة جدا، صفق كلنا الموسارة، صفق كلنا الموسارة، صفق. يلا أنا أشوف مثل الحساب هذا، حساب عنده خبرة، حساب يعني متابع قديم يعني شخصنا مع بعض الناس. لا 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 والله في حسابات فعلا في تويتر، في حسابات تويتر عندهم من الخبرة حتى اللي ما هي عند مشرفي برامج الواقع اللي هم ينالون حقهم من الاطراء وينالون الكيكه. انا اقول لابد من الاستعانه بالحسابات هذه. الحسابات هذه لها تاثير. الكيكه جات يا الربع بيحسبوني صوب ابو عبد الله، والله ماني بصوب. يا اخي اشغلتنا يا اخي، ايشك زايل يا ابو حلانه غير انت؟ ما لا والله ما قصدي ابو كاتب. طيب ابو كاتب حلانه غير. بخصوص وكيله الجمهور، طبعا وكيله الجمهور انت عندك مهام، اتمنى اللي تحصل على وكيله الجمهور ان المهام هذه تطبقها، سواء من نقاط. في نقطة مهمة لوكيلة الجمهور، إذا كنت تشجعين متسابق معين أنت عينوك وكيل الجمهور، خليك منصفة النقاط، لا تروح للمتسابق اللي أنت تشجعينه، أنصفي اللي يستحق من المتسابقين في أدائه أعطيه النقاط. الوكيل طيب كم عنده من نقطة؟ 500 500 عند وكيلة الجمهور.
شوي كان 500 شوي. نقطة 5000 لكن توزع للي يستاهل عاد بكيف هم وغيره بس هذا مهامهم لا انا اثق في منطقة في مهام بس. كثيرة وكنت الجمهور اكثر تفاعل اللي تاخذك الجمهور معلمينهم اي نعم عندهم خبر فيها في نهاية حلقتنا اليوم الوقف نذكر دائما بالوقف اللي هو خير في الدنيا وخير في الآخرة ومهما تكلمنا ومهما أسحبنا في الكلام نعتبر أنفسنا مقصرين فيه لأن هذا الوقف بين يدينا ومحوكم وحنا واثقين فيه فلذلك حنا نبي نفرح إن شاء الله باكتمال هذا الوقف فتبرعوا واعملوا من الأعمال الصالحة اللي تكون شفيعة لكم يوم القيامة أبو حزام كلمة عن الوقف أنا دائماً وأبداً وأسعد دائماً وأبداً بالتذكير بأعمال الخير لأن الواحد مقصر فينال يعني حسنة حسنتين وفضل الله واسع والله هو الغني ونحن الفقراء فيعني لا أقل من أنك تذكر الناس لا أقل هذه الصدقة صراحة الكلمة الحسنة صدقة والكلمة الطيبة صدقة والتذكير صدقة والدلع الخير كفاعلة وهنالك ملكان في كل ليلة ينزلان ويقول أن اللهم أعطي كل منفق خلفا يعني اخلف عليه وأعطي كل ممسك تلفا يعني اللي يمسك أتلف ماله واللي ينفق اخلف عليه في كل ليلة فيعني نهيب بالجميع أن يكونوا في يعني حزب المنفقين لا سيما أنما تنفق لنفسك تنفق لصلاح أبنائك تنفق لتوفيقك تنفق لنجاحك تنفق لفلاحك أنت المحتاج يعني وليس المحتاج هو اللي يعني في حاجة مالك بقدر ما أنت في حاجة بركة هذا المال الذي تنفقه فعلا والله ترى يعني الكلام مو بقوالب نسقطها أنت تمعن في الكلام وتعرف بالتجربة إذا وأنا ماني من الناس اللي يقول جرب تعاملك مع الله سبحانه وتعالى لكن إذا أردت أن تجرب جرب حتى في سعادة يعني بعد البذل وبعد العطاء هذه الحالة السعادة أصل الناس وش يبحثون عنه يبحثون عن السعادة في الغرب اللي يكتئب يودونه للدول الفقيرة يقولون أعمال حسنة لأنه يحس بالسعادة فعلا لأن الله يجزيك على مساعدة خلق سعادة في الدنيا أنت مؤمن ومسلم عندك سعادة في الدنيا وتوفيق وبركة وعندك في الآخرة اللي أهم من الدنيا الله يجزاك خير أبو حزام أبو سحاب كلمة على الوقف أنا عندي تساؤل أسلم. هل تستطيع أنا سالم حزام أن ترد الموت عن أحد؟ لا هل تستطيع أن تشفي مريض يبداح الحين؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى هل تستطيع أن تسير عجلة شخص معقدة حياته يعز عليك الله ما توفق؟ الله. هذا كله بأمر الله طيب أنا مثل ما دونت في أو مثل ما ذكرت في أول الحلقة أخواننا يعني لأشقائنا اللي في دولة المغرب جاهم مصاب جلل والجميع يعرفه ومتوجعين منه زلازل أنا وش أقدر أقدم لهم خدمة وأنت ما نقدر نقدم لهم شيء غيرنا نطلب الله جل شأنه يعني يخفف مصابهم ويفرج همهم ويعينهم ويتجاوز عنهم في هذه المرحلة لكن أنا أتبرع الآن كدور لي أتبرع عن ميتهم وعن مصابهم وقربان لله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم هذا الغم والكرب وهذا وقتكم كلكم أنتم إذا ما لقيتوا أسباب تتبرعون فيها في هذا الوقت ففي سبب انا اقدم لك الان الله مصاب الجلل اللي صاير على اخواننا في دوله المغرب بس الله لا يرينا ولا يريكم ولا يري اي مسلم عجائب قدرته لان ما لنا يعني قوه ولا حول في مواجهه هذه الامور فهذا يعني اقل الامثله اللي تقال في مثل هذه المواقف اسال الله سبحانه وتعالى يعيننا واياكم على الطاعه ويقبل منا ومنكم صالح الاعمال الله يجزاك خير ابو عبد الله شوف هي كلمة مختصرة لأن الإخوان أسهموا أنا أقول لا تبخلوا على أنفسكم اغنم الفرصة البدار وقيمة الحجة عليك تبي الله يبسط رزقك تصدق تبي الله يصلح ذريتك تصدق تبي الله يعلي شأنك تصدق وش احتياجك أنت ما أنت محتاج إلا الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصدقة وأسأل الله أن يقبل منه ومنكم القول والعمل ب300 ريال في هالوقف الطيب واغنم زمانك شكرا لكم الله يجزاكم خير ويكتب أجركم في نهاية حلقة اليوم نتمنى إن شاء الله نقدمنا ما ينول على رضا المشاهد ووفقنا في محاور الليلة نراكم غدا
في حلقة جديدة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فمن له. الله يعطيكم العافية.